دولة بني مرين. وبنو مرين سلالة بربرية أمازيغية تولت الحكم في المغرب، وكانت عاصمتها مدينة فاس. بدأ ظهورهم حين شاركوا في الجهاد في الأندلس بقيادة أميرهم محيو بن محمد، وخاضوا معركة الأرض إلى جانب الموحدين. بعد وفاة محيو تولى ابنه عبد الحق، وبدأت هروبه مع الموحدين إلى أن قتل. وتولى ابنه عثمان الذي نجح في بسط سيطرته على قسم كبير من المغرب. حكم بعده أخوه أبو يحيى الذي تمكن من الاستيلاء على مكناس وفاس واتخذها حاضرة له، كما استولى على سلط سجل ماسة. بعد أبي يحيى تولى أخوه أبو يوسف يعقوب الذي يعد المؤسس الفعلي للدولة المرينية، فقد اتخذ لنفسه لقب السلطان وانتزع مدينة سلا من الإسبان، وأرسل حملة كبيرة إلى الأندلس، ثم قاتل الموحدين ودخل مراكش وهزم آخر ملوكهم أبا دبوس إدريس بن محمد، وانتزع مدن طنجة وسبتة وسجل ماسة من بني عبد الوهاب. كما غزا الأندلس عدة مرات، فحاصر إشبيلية واستولى على شريش، وبنى بالجزيرة الخضراء مدينة البنية. بلغت دولة المرينيين أوج عظمتها في عهد الملك المنصور أبي الحسن علي بن عثمان، فقد تمكن من إنهاء حكم بني عبد الوهاب، ودخلت لمسان سنة 737 هجرية، واستمر في قتال الفرنج في الأندلس، وانتصرت سفنه عليهم في معركة بحرية كبيرة. كما دخل سنة 748 للهجرة تونس، وأنهى حكم الحفصيين فيها، فبلغت دولة بني مرين أقصى اتساعها. بعدها انتفضت عليه قبائل زناتة، وغرقت سفنه بالبحر، وأعلن ابنه أبو عنان الذي كان نائبه على تلمسان نفسه سلطانا، فسار لقتاله، لكنه هزم ومرض وما، وصار الأمر إلى أبي عنان. أخضع أبو عنان المتمردين واسترد تلمسان وتونس وقسنطينة، ثم قتله أحد وزرائه خنقة. بعد وفاة أبي عنان تسرب الضعف إلى الدولة، وتولى الحكم سلاطين صغار السن، وتسلط الوزراء الأوصياء عليهم. أدى كل ذلك إلى نهاية الدولة المرينية مع سقوط آخر سلاطين الأسرة عبد الحق بن أبي سعيد وإعدامه عام 869 هجرية بثورة شعبية تزعمها الفقهاء. وبموته انتهت دولة بني مرين بعد أن حكمت قرابة 228 عاما.